في يوم من أيام سنة 1996 كان في راجل مصري بسيط من محافظة الجيزة اسمه سعدي علي بسطاوي. راجل بسيط على قد حاله كان بيشتغل فني خراطة في شركة اسمها شركة الأهرام للمشروبات، وكان سنه في الوقت ده تقريبا 58 سنة، وكانت الوظيفة دي هي تقريبا كل حياته ومصدر دخله الوحيد اللي بيصرف منه على نفسه وأسرته المكونة من أمه وزوجته وأربع بنات، وكانت أموره ماشية بشكل هادي وعادي جدا، لحد ما في يوم من الأيام بيوصل عم سعد على مكان شغله فيتفاجئ إن في منشور متعلق على باب الشغل أو باب الشركة وإن اسمه موجود ضمن المنشور، وكان المنشور ده مكتوب فيه إن عم سعدي واحد من ضمن العمال اللي هيتم تسريحهم والاستغناء عن خدماته. طيب يا جماعة إيه السبب؟ ردوا عليه قالوا له هو كده من غير أسباب، الشركة مش عايزاه. وتفاجئ بيهم وهما بيسلموه ورقة مكتوب عليها طلب إحالة للمعاش المبكر. طيب يا أخوانا أنا مش عايز أطلع معاش مبكر، أنا عايز أكمل شغلي، محتاج للشغل. فردوا عليه قالوا له لأ هو ده القرار وإن كان عجبك. وبعد خدمة دامت لأكتر من 22 سنة تفاجأ بيهم بيبلغوه إن مبلغ أو مكافأة نهاية الخدمة 2000 جنيه فقط لا غير. الراجل سمع الكلمتين من هنا وبص لحاله وحال زمايله اللي بيتعرضوا لنفس الموقف زيه، وبقى لا عارف يصد ولا عارف يرد، فخد بعضه ومشي من سكات يروح على بيته. ويدوب أول ما وصل بيته وبص في عينين بناته الأربعة وراح طب ساكت على الأرض. مهم إنهم أخدوه وجريوا بيه على المستشفى. الراجل من الصدمة أصيب بجلطة وكانت نتيجتها شلل نصفي، وكان بناته وزوجته في الوقت ده مفيش أي كلمة على لسانهم غير كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. الكارثة الحقيقية إن خراب البيوت ده ما كانش على قد الأسرة دي وبس، ده كان من نصيب 3800 أسرة مسؤولين ومتعلقين في رقبة 3800 عامل وموظف، كلهم اترموا في الشارع، كلهم كانوا داخل شركة الأهرام للمشروبات، كلهم كانوا ضحايا لعصابة بتدير البلد، كلهم كانوا ضحايا للناهب الأكبر اليهودي الغامض أحمد الزيات المشتري الجديد لشركة الأهرام للمشروبات. طيب يطلع مين بقى أحمد الزيات؟ شوف يا سيدي، أحمد الزيات مواليد حي المعادي في القاهرة سنة 1962 لعيلة من العائلات الثرية جدا جدا، وسنة 80 بدأ أنه يدرس إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة. وهو في الجامعة الأمريكية نشأت علاقة صداقة ما بينه وما بين جمال مبارك ابن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وفضلت الصداقة والصحوبية دي مستمرة ما بينهم لحد ما هما الاتنين اتخرجوا من الجامعة الأمريكية سنة 1984. وبعد التخرج كل واحد فيهم مشي في طريق غير التاني. بالنسبة لجمال مبارك راح اشتغل في بنك اسمه بنك اوف امريكا في فرع القاهرة، اما بالنسبة لأحمد الزيات فراح جاي واخد بعضه ومسافر على الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بدأ يدرس ماجستير إدارة الأعمال في جامعة اسمها جامعة يشيفا. وهو هناك في أمريكا بدأ أنه يستغل علاقته أو صداقته بجمال مبارك، واللي عن طريقه بدأ يفتح لنفسه طرق ومجالات كتير جدا في الاستيراد والتصدير ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. طيب خد بالك بقى كويس جدا من النقطة اللي جاية دي، عشان هنا هتعرف هو ازاي وصل لليهودية. الزيات كان من ضمن هواياته اللي مغرم بيها جدا جدا هواية الخيل، وعشان كده قرر وهو هناك في أمريكا أنه يأسس شركة لاستبلاط الخيل في التوقيت ده اللي هو خلال فترة الثمانينات، وأعتقد أنه مازال مستمر لحد دلوقتي. كان المسيطر على موضوع الخيل ومراهنات ومسابقات الخيل هناك مجموعة من اليهود، وعشان يقدر أنه يدخل وسط المجتمع اليهودي ويبقى واحد منهم قرر أنه يتزوج منهم، وفعلا تزوج من سيدة يهودية كان اسمها جوانا روبيتسكي، وراح جاي مختار لنفسه اسم يهودي إفرايم ديفيد الزيات. ومن اللحظة دي تحول أحمد الزيات لديفيد الزيات، وللعلم هو أنجب منها أربع أبناء آشلي وجاستن وبنيامين وإيما. المهم يا سيدي إن عن طريق زوجته وعيلتها وعلاقاتها نجح هناك إنه يأسس شركة للخيل اسمها شركة استبلاط الزيات. في نفس الوقت ده وعلى الجانب الآخر هنا في مصر كان جمال مبارك قعد 5 سنين في فرع البنك اللي بيشتغل فيه اللي هو فرع بنك اوف امريكا. بعد ال5 سنين دول راح جاي مسافر على فرع نفس البنك هناك في لندن عشان يكمل شغل هناك، وهو هناك برضه ما انقطعتش الاتصالات ما بينه وما بين احمد الزيات. المهم تعد السنين وتحديدا سنة 1993 وتيجي شركة الزيات اللي هي بتاعت الخيل وتضرب تفليسة. ساعتها بقى محترم وفي هذا التوقيت
كانت تكية الفساد هنا في مصر فتح دراعتها لأي حد عايز ينهب منها تحت ما يسمى باسم الخصخصة. فجأ أحمد الزيات وبعد ما ضرب تفلسته هناك في أمريكا قال لك طيب وانا ايه اللي قعدني هنا؟ ما ننزل على مصر واشوف ايه حكايه تورته الفساد دي ونقسمها كلنا سوا. وفعلا راح جايب بعضه وراجع على مصر، وكان الكلام ده في نهايه سنه 1994. مصر بقى سيدي الفاضل في التوقيت ده كانت حرفيا عباره عن عزبه ملكها حوالي 30 واحد من رجال الاعمال الحيتان. المهم ان صاحبنا اول ما وصل وعشان يعرف طبعا يدخل في صفقات شراء شركات القطاع العام كان لازم يبقى له شركة او يبقى له وجهة يقدم نفسه من خلالها، وعشان كده راح مؤسس شركة هنا في مصر اطلق عليها اسم مجموعة الاقصر او الاقصر جروب. وطبعا لما اسسها اتأسست باسم احمد الزيات مش ديفيد الزيات. وفوق كل ده طبعا ما تنساش صداقته واتصالاته بمين؟ بابن رئيس الجمهورية. المهم ان في الوقت ده بدأ يبقى فيه كلام من الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما انهم هيطرحوا اسهم شركة الاهرام للمشروبات للبيع. وبالمناسبة الشركة القابضة دي كانت عبارة عن شركة وتحت منها مجموعة شركات، وكان عدد الاسهم اللي هيتم طرحها للبيع 3,200,000 سهم. وخد بالك ان اصلا بيع شركة زي دي في حد ذاته يعتبر صدمة وكارثة، لان الشركة دي اصلا ما كانتش بتخسر، دي كانت المنافس الوحيد لنفسها، ملهاش اي منافس في السوق. المهم يا سيدي ان الصفقة دي من بدايتها لنهايتها كان بيشملها الغموض التام جدا جدا، لدرجة انهم حتى لما كان عندهم النية انهم يبيعوا الشركة لا اعلنوا عنها في جرايد ولا في تلفزيون ولا في اي وسيله من وسائل الاعلان. طبعا الكلام ده اندل فبيدل على ان نيتهم ان البيعه كلها ترسى على شخص معين بعينه. المهم ان احمد الزيات راح جاي مقدم العرض بتاعه، وتقريبا كان هو الوحيد اللي مقدم عروض، وقال لهم انا هشتري السهم بسعر 68 جنيه ونص فقط لا غير، يعني ال 3,200,000 سهم سعرهم الإجمالي حوالي 220 مليون جنيه. خد بالك إن السعر ده يعتبر كف لف وشامل كل حاجة، الشركة بالأرض باللي فيها باللي عليها، يعني شركة كان صافي أرباحها في السنة اللي اتباعت فيها 45 مليون جنيه تقوم تباعها كلها على بعضها ب 220 مليون جنيه. ده بالإضافة إن الشركة دي كانت بتمتلك 3 قطع أراضي، قطعة 4,000 متر في العبور، وقطعة 4,000 متر في برج العرب، وقطعة 2000 متر في اكتوبر. وصدق او لا تصدق كل اللي قلته لك ده كوم، وكان سعر الارض لوحدها المقام عليها المصنع سعرها 200 مليون جنيه، يعني بمجرد ما هو يدفع ال 200 مليون اللي اتفق فيها مع الحكومة هياخد فوق منها ارض بشركة بانتاج بارباح ب 4,000 عامل بسيارات بمعدات، كل ده ببلاش فوق البيع. الشيء الغريب يا اخي ان العرض بتاعه ما قابلش اي اعتراض من اي حد اطلاقا في لجنة المفاوضات، وكل حاجة كانت ماشية زي الفل وطبيعي انها تمشي زي الفل، وخاصة انك لما تعرف ان اللي كان على راس لجنة المفاوضات كان عاطف عبيد رأس الفساد في مصر. عاطف عبيد بقى يا سيدي في الوقت ده كان هو اللي بيشغل منصب وزير قطاع الاعمال العام، وتقدر تطلق عليه كده انه كان مهندس عمليات الخصخصة. المهم يا سيدي ان كل حاجة كانت ماشية زي الفل، اوراق اتستفت وتقارير اتكتبت ويدوب على قد بس التوقيعات والتأشيرات. لكن قبل ما عاطف عبيد يقشر على الورق وقبل ما يخلصوا كل حاجة، تفاجأ عاطف عبيد بان في فاكس جايله من مستثمر دنماركي عايز يشتري، وكان المستثمر ده اسمه موجين هيس، متخصص في صناعة المشروبات في الدنمارك. وكان الفاكس ده مضمونه انه بيعرض على عاطف عبيد يشتري السهم ب 75 جنيه، يعني بفارق 6 جنيه ونص في السهم الواحد عن احمد الزيات. طبعا عرض زي ده بالنسبة لشلة الحرامية اللي متفقين على كل حاجة يعتبر كرسي في الكلوب، لان بالشكل ده هيضطر بقى ان يوقفوا البيعة ويوقفوا التأشيرات والتورتة اللي هتتقسم ويبدأوا يعيدوا نظر في الموضوع من أول وجديد. لكن طبعا عاطف عبيد ما كانش بيغلب، وخاصة ان التوصية جاية من فوق عشان كل حاجة تخلص وتتطبخ عشان خاطر الحبايب. وعشان كده اول ما استلم الفاكس تقمص شخصية مدام عفاف واشر على الفاكس بطلب استعلامات كاملة عن المستثمر الدنماركي، هاتلي بقى يا باشا الاوراق التالية، اولا عايزين استعلام كامل من الامن القومي،
استعلام من المندوب التجاري او المستشار التجاري في الدنمارك، استعلام من مراسل البنك الاهلي اللي موجود في الدنمارك. وبعد بقى يا باشا ما تجينا كل التقارير والاستعلامات دي نبقى نبدأ نبص في طلبة. لا اله الا الله، كل دي تقارير مطلوبة؟ طيب الشيء الطبيعي ان فعلا التقارير دي هو اكتر منها بتطلب عن اي حد جاي يستثمر هنا او يشتري اي حاجة في البلد. لكن هنا السؤال المهم، هل المستثمر اللي قبل منه اتطلب منه نفس الكلام؟ المهم يا سيدي انهم فضلوا ورا الراجل بالتعقيد وبتقاريرهم الفاسده لحد ما كرهوا الراجل في عيشته وخد ديله في اسنانه وقال يا فكيك. بعدها بدات التقارير بقى تتكتب وتتستف، واتكتب كده عدم جديه المستثمر، يعني راجل اي كلام، ورسيت الصفقه على احمد الزيات بسعر 68 جنيه ونص للسهم الواحد. طيب لحد كده والكلام حلو؟ هتقول لي حلو؟ اقول لك لا مش حلو. ليه؟ ان احمد الزيات وخلال اسبوع واحد فقط من الصفقة، يعني حتى قبل الحبر اللي موجود على العقود دي ما ينشف وقبل ما يدفع جنيه واحد، عرض 62.5% من مجموع الاسهم اللي اشتراها في شكل شهادات ايداع دولية في بورصة لندن المالية، وكان سعر السهم 105 جنيه. يعني السهم اللي كان لسه شاريه من يومين ب 68 جنيه راح باعه هناك ب 105 جنيه، يعني بالظبط زي شغل كده سمسرة البورصة، ياخد السهم من هنا ويبيعه لهنا. المهم ان كل اللي حصل ده خلى حتى المستثمر الدنماركي نفسه كان قرب يشد في شعره، للدرجة انه قعد يدور يمين شمال وتواصل مع رجال اعمال مصريين هنا عشان يحاول بقدر الامكان يوصلوه يا اما برئيس مجلس الوزراء يا اما بعاطف عبيد وزير قطاع الاعمال، لحد ما فعلا وصلت مذكرته لرئيس مجلس الوزراء، وكان مكتوب فيها كده فيما معناه ان انا خلاص مش عايز الصفقة لان الصفقة تمت وانتهت، انا كل اللي عايز اعرفه اجابة سؤالين اتنين فقط، ليه رفضتوا العرض بتاعي وانا مقدم عرض اكتر من اللي انتوا قبلتوه؟ السؤال التاني، ليه رايحين تبيعوا لسمسار مالي؟ طيب السمسار المالي خد منكم السهم برخص التراب وراح عرضه في بورصة لندن، العملية دي انتوا ما عملتوهاش بنفسكم ليه؟ ايه الداعي انكم تدخلوا وسيط وتضيعوا الملايين دي كلها على بلدكم؟ ولكن طبعا كان الاسلوب السائد وقتها لا حياة لمن تنادي ولا حد عبره، ومش بس شد في شعرك، اخبط راسك في ادخن حيط. طيب هل وقفت الامور لحد كده؟ ابدا، ده بعد الصفقة ظهرت المفاجأة والصدمة في نفس الوقت، اتضح بقى سيد الفاضل ان البيعة او الصفقة المشبوهة دي ما كانش وراها احمد الزيات او ديفيد الزيات لوحده، ده كان معاه شريك تاني ما كانش ظاهر في الصورة اطلاقا، الشريك ده كان هو صاحب النفوذ والكلمة واليد العليا جوه الشركة، كان اسمه دان موشيه بيرور. الراجل ده الماني الجنسية، يهود الديانة، اسرائيلي الهوى. المهم ان بعد الصفقة دي ما تمت بدأ وشهم الحقيقي اللي على حق يبان. طيب اولا كان من ضمن البنود او العقد اللي مكتوب ما بينهم وما بين الحكومة انه يتم الابقاء على جميع العمال والموظفين جوه الشركة، وكان عددهم 4000 عامل وموظف موزعين على جميع فروع الشركة في الجيزة واسكندرية والشرقية. طيب افرض انت بقى حبيت تستغنى عن حد او تصفي خدمات حد، برضه مفيش مشكلة، المهم انك قبل ما تصفيه تديله مكافأة نهاية خدمة 35000 جنيه عن مدة خدمته، وكل ما مدة الخدمة تزيد كل ما مبلغ المكافأة يزيد. حلو حلو. فشغل دماغ البعدة بقى قالك ايه؟ قالك ما احنا لو مشينا العمال وفصلناهم طيب ما كده هيوجعولنا دماغنا، وفي نفس الوقت هندفع مبالغ طائلة مكافآت للناس دي كلها، فاحنا نضيق عليهم في الشغل ونقرطها عليهم في الفلوس ونقرفهم في عيشتهم لحد ما نخليهم هم اللي عايزين يمشوا. فيعملوا ايه؟ بداية كده واول طلع عليهم راحوا جايين فاصلين جميع مدير الادارات في جميع الفروع على مستوى الشركة كلها. بعدها تفاجأ العمال ان لا في حوافز ولا في علاوات تشجيعية ولا في مكافآت ربع سنوية زي اللي كانوا متعودين عليها، ولا حتى المكافآت الخاصة بتاع تحقيق النسبة أو تحقيق الهدف بتاعهم برضو منعوه، حتى الحوافز الأدبية اللي كانت بتتصرف لهم برضو منعوها. الحوافز الأدبية دي اللي كانت عبارة عن زي مثلا رحلات المصايف أثناء فترة الصيف، رحلات الحج للعمال اللي كان سنهم بيقارب على 60 سنة، وما تستغربش من الحوافز أو المكافآت اللي كانت بتتصرف للعمال لأن الشركة كانت فعلا بتكسب. الشركة دي كان في يوم من الأيام بيقال عنها اللي بيشتغل فيها بالظبط كأنه مسافر الخليج،
لو حضرتك تعرف أي حد اشتغل في الشركة دي قبل كده اسأله هيأكد لك على كلامي. طيب قرطوها وقفلوها عليهم في لقمة عيشهم وبس كده؟ أبدا، دول كمان بعدها بدأوا معاهم في سياسة الاضطهاد والإرهاب والنقل التعسفي، اللي هو في ظاهره مجرد نقل تعسفي لكن في باطنه إجبار على الاستقالة. إزاي؟ كان يجي لك مثلا على آنسة أو سيدة متزوجة شغالة على فرض في فرع اسكندرية، ويقوموا جايين مطلع لها قرار نقل إنها تروح تشتغل في فرع الشرقية. تخيل بقى حضرتك لما فتاة أو سيدة متزوجة شغالة في محافظة اسكندرية ويطلع لها قرار نقل إنها تروح تشتغل في الشرقية، وبالتالي يجبرك إنك تنفذ حاجة من اتنين، يا إما إنك هتنفذ قرار النقل وده طبعا شبه مستحيل، أو إنك تقدم استقالتك أو تروح لحد عندهم وتقول لهم خلاص أنا استكفيت لحد كده وعايز أطلع معاش مبكر. وساعتها لو ده حصل المفترض إنه ينفذ معاك البند أو الاتفاق اللي اتفقوا مع الحكومة، إنه يديلك مبلغ مكافأة نهاية الخدمة 35,000 جنيه، أو إن كل ما سنوات الخدمة تزيد مبلغ المكافأة يزيد. حتى ده كمان ما نفذهوش، وجميع العاملين والموظفين اللي تم تسريحهم أو أجبروا على الاستقالة أو أجبروا على المعاش المبكر تراوحت مبالغ المكافآت بتاعتهم ما بين 2000 جنيه لحد 8,000 جنيه. طبعا بعد اللي حصل ده الموظفين أو العمال لقوا نفسهم في خراب بيوت، منهم عافانا الله وإياكم اللي اتشل، ومنهم اللي جات له صدمة وتوفاه الله، ومنهم بقى اللي بدأوا يخشوا في سكة الغضب والاحتجاجات والوقفات والاعتصامات، لحد ما التلات فروع أو فروع الشركة كلهم جمعوا بعضهم كده وبدأوا يكتبوا مذكرات ويعرضوا المذكرة دي على وزير القوى العاملة ووزير قطاع الأعمال العام اللي هو عاطف عبيد. حضرتك هتقولي لا، مادام الموضوع وصل لكده ورفعوا المذكرة جماعية بالشكل ده يبقى أكيد ما سكتوش وأكيد لقوا لهم حل. هرد عليك وأقول لك فعلا وجدوا لهم حل، لكن حل من وجهة نظرهم هم. الحل يا سيد الفاضل انهم وصوا مشترين الشركة الجدد انه يدوا العمال مكافآت 75 جنيه للعامل الواحد. حضرتك هترد عليا وتقول لي طيب والجهاز المركزي للمحاسبات والاجهزة الرقابية اللي موجودة في البلد فين من اللي بيحصل ده كله؟ هرد على حضرتك واقول لك ان الجهاز المركزي للمحاسبات والاجهزة الرقابية ولما بدأت ريحة الفساد تطلع وتفوح من الصفقة قرروا وقتها انهم يفتحوا تحقيق ويعرفوا ايه بالظبط اللي حصل ورا الصفقة. وخد عندك بقى يا سيدي، رقم واحد، اكتشفوا ان الشركة اتباعت ب2.5% فقط من قيمتها الحقيقية. رقم اتنين، ان الارض المقام عليها الشركة لوحدها تمنها 200 مليون جنيه، في حين ان الصفقة بالكامل تمت ب232 مليون جنيه، يعني كل اللي حوالين الشركة خدهم فوق البيعة. رقم تلاتة، اكتشفوا ان الحد بعد الصفقة ما تمت ما كانش دفع جنيه واحد منها، وان الصفقة كلها تمت بالامر المباشر. رقم اربعة، اكتشفوا ان بعد ما تمت عملية البيع وخلال اسبوع واحد راح وعمل شهادات ايداع دولية هناك في بورصة لندن وحقق مكسب خلال ايام وصل ل100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه راحوا على الدولة. المضحك المبكي بقى في الموضوع ان الجهاز المركزي للمحاسبات وهو بيراجع الميزانية وبيراجع الخزانة والدفاتر اكتشف ان فيه 500,000 جنيه مختفين تماما من الخزنة والدفاتر، مش موجودين اصلا. لما تقصى الموضوع اكتشف ان ال 500,000 جنيه دول اعضاء لجنة التفاوض وزعوهم على بعض بمناسبة نجاحهم في اتمام الصفقة، كأنهم بالظبط عملوا إنجاز في البلد، خربوها وبيكافئوا نفسهم عليها. حضرتك هترد عليا وتقول لي طيب ده شيء كويس جدا، يبقى أكيد 100% خد تصرف معاهم وحاسبهم. هرد عليك وأقول لك هو فعلا حاول إنه يتصرف معاهم، لكن دايما كانوا أعمدة الفساد في البلد جاهزين ومستفين أوراقه. ردوا على الجهاز المركزي والأجهزة الرقابية قالوا لهم التحقيقات اللي انتوا عملتوها دي كلها بلوها واشربوا ميتها، لأن مفيش لا ولاية ولا رقابة من الجهاز المركزي على شركة تم خصخصتها من 4 شهور، يعني الشركة دي أصبح ليها صاحب، أنتم ملكوش أي ولاية عليها. لا لا إلا الله، طيب والفساد والفروقات في السعر اللي حصلت دي؟ أرد عليك وأقول لك لو شاطر اثبت، اثبت إن كان في مستثمر دنماركي موجود، واثبت إن كان في أي حد تاني مقدم عروض أسعار أكتر من أحمد الزيات، اثبت الكلام ده كله بعد كده بقى تعالى حاسب. حضرتك هترد عليا وتقول لي يا نهار ابيض، يعني الشركه راحت واتبلعت على كده؟ ارد عليك واقول لك يا ريتها كانت جت على قد كده،
ده الأدهى والأمر من كده إن نفس الشخص اللي هو أحمد الزيات وبعد سنة واحدة فقط من الصفقة الأولى تفاوض مع نفس الوزارة اللي هي وزارة عاطف عبيد وأخذ منهم شركة تانية اسمها شركة جيناكليز للمشروبات، وتكريما له بصفته طبعا الناهب والحرامي الأكبر كرمه جمال مبارك وخلاه عضو مجلس إدارة رجال الأعمال المصري. ده بالإضافة إنه بعد كده أخذ 430 فدان في طريق الإسماعيلية، ده بالإضافة ل 30 فدان في طريق البحر الأحمر، وكل الكلام ده أخذ المتر بسعر 1 جنيه فقط لا غير، وده طبعا تحت ذريعة إنه عاوز يعمل مشروعات سياحية، وكل الكلام ده كان في الهوا لأنه بعد كده باع المتر الواحد بأضعاف مضاعفة من السعر اللي اشترى بيه. ومش كده وبس، ده بضمان الشركات اللي أخدها وبضمان الأراضي اللي كانت موجودة معاه راح أخد قروض من البنوك المصرية وصلت قيمتها لـ3 مليار جنيه. أحمد الزيات وخلال فترة 5 سنوات فقط في مصر وصلت ثروته لـ2 مليار دولار. بعدها قال لك بس كده اتعشت وبقت زي الفل، نخلع بقى، وراح جاي واخد بعضه ومسافر على الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا قبل ما يسافر راح جاي بيع كل اللي تحت إيده هنا في مصر، وكان على رأسهم شركة الأهرام. باعها لشركة اسمها شركة هانكن الهولندية، باعها بمبلغ يعادل 1,750,000,000 جنيه، يعني اشتراها بـ200 مليون، دفع منهم 75 مليون، وقبض 1,750,000,000. المهم انه اول ما رجع على الولايات المتحدة الامريكية سنة 2002 قرر انه يرجع لموضوع المسابقات والمراهنات بتاعت الخيل، وقرر انه يفتح شركته مرة تانية اللي سبق وكانت افلست، شركة اسطبلات الزيات. واول حاجة عملها راح اشترى 77 حصان بقيمة 25 مليون دولار، لحد ما في فترة من الفترات كان أحمد الزيات واحد من أشهر الشخصيات هناك في أمريكا في سباق الخيل، وخاصة بعد ما كان بيمتلك حصان اسمه الفرعون الأمريكي. الحصان ده اللي عن طريقه كسب سباقات كتير جدا وملايين كتير جدا. وحاليا أحمد الزيات أو إفرايم ديفيد الزيات يعتبر واحد من ضمن اليهود اللي بيفتخروا بيهم اليهود هناك في أمريكا، واللي يعتبر ضيف دائم على المجلات أو في صدر عناوين المجلات اليهودية هناك، وسبب فخرهم به أنه يعتبر واحد من أهم وأبرز الداعمين للمدارس اليهودية. سيد الفاضل وعزيزي المواطن المصري الجميل المحترم، في وقت ما كانت هي دي إدارة البلد، كانت البلد ماشية كده، شلة الوريث والفاسدين المفسدين المنتفعين كان وقتها عندهم استعداد يبيعوا أي حاجة وكل حاجة في سبيل مصلحته. طيب المواطن مش مهم، الناس بتموت ما يموتوا، الناس بتجوع ما يجوع، المهم احنا نشبع. في الحلقة دي يا سيد الفاضل أنا بفكرك بجزء بسيط جدا جدا من الفساد اللي كان موجود في البلد، فساد في أجيال موجودين دلوقتي وعايشين معانا ما يعرفوش عنه أي حاجة، لا يسمعوا ولا يعرفوا، وفي أجيال عاشروا وعصروا الفساد ده وللأسف بينسوه. وبإذن الله في حلقات تانية قادمة هفتح لك كل ملفات الفساد، ولو في حاجة معينة حضرتك بتقترح إن احنا نتكلم فيها إن شاء الله هنتظر رأيك في التعليقات. ولو حضرتك وصلت معايا لنهاية الحلقة وحابب إنك تدعم الفيديو فأعتقد إن ده الوقت المناسب. كل الدعم المطلوب من حضرتك هو مجرد بس انك تضغط علامة اللايك، ولو حابب انك تشترك في القناة وتشوفنا مرة تانية فأهلا وسهلا بيك، ولو حابب انك طبعا تشرفني وتنورني بتعليقك فبرضو أهلا وسهلا بيك. لحد هنا تخلص حلقة النهاردة، ورب ما تكونش طولت عليكم أو أسعدتكم، وأشوفكم على خير وإلقاء. سلام. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون.